السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning بطاه. Good morning. How are you? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. صباح المهرجانات وصباح الرطبان وصباح أبوي الخير وصباح النخيل وصباح حبات الريح وصباح اليود اللي من الله سبحانه وتعالى يجينا كل سنة وكل حول. موسم الرطب، موسم الرطب بالسنة يقول لك مميز ولا استوى شراته موسم. فضل من الله سبحانه وتعالى من أي ود المواسم اللي اختفت السنة بالذات الهنبة وايد. الموسم تعبان يغير الرطب واللومي. السنة ياد يود من الله سبحانه وتعالى في دولة الإمارات وبالأخص في ليوة. ليوة السنة قنت يا ليل، قنت يا ليل. ليوة والعين، ليوة والعين المصدر الرئيسي لدولة الإمارات للرطب قبل قيام الاتحاد وقبل البترول وقبل العلم وقبل الخبر. كلكم تعرفون أن ليوة عاصمة أبوظبي. الكل منكم والجميع يعرف أن ليوة هي عاصمة أبوظبي. هذا أولا. وثانيا أكثر النخيل ومحاضر النخيل توجد بوي في ليوة. أما العين فتشتهر بواحات واحات النخيل ومؤرخة تاريخيا في اليونسكو وفي العالم كله أن أجدم نخل يوجد في الدنيا العود في شنتية ليوة وفي شنتية العين من مئات السنين، إذا ما من آلاف بل من مئات هنا. والحمد لله فالسنة إن شاء الله بتشوفون في معرض الرطب اللي في ليوة شيء ما قد نشاف، ما قد نشاف ولا قد حد شافه. الخير اللي يسنه ما شاء الله تبارك الرحمن يا من بعد خبرة وتطوير وعناية مركزة من أهالي المناطق كلها في دولة الإمارات وبالذات أهالي واحات نخيل ليوة ومحاضرها. نعم تشوف على امتداد تقريبا 160 كيلو، 160 كيلو أو 163 كيلو مناطق اللي تابعها ليوة. خير وفضل من الله. لقطة الاهتمام من المعازيب يألهم الجنة ولقطة الاهتمام من العيال، تطورت شوارع، تطورت المدارس، المعاهد، الصناعيات، التجاريات. عازمة ليوة غير عن قبل. الأول ليوة أنا تدرون متى عدي بها ليوة؟ عدي بليوة بالثمانينات، من الثمانينات عدي بها. نعم عدي بليوة الله يحفظكم مزرعة الحياة هامل بن غيث القبيسي. نعم أول ما أنشئت حتى قبل ما تنيدر بلي يدار شبش دور ما دارها شيء مزرعة عودة في الماري، مزرعة عودة في الماري. أول ما تدخل بوابتها تلقط الحوض عليك اليمين من عقب العاضد النخيل هذا كانت بشوس. وأول مرة بحياتي أسيل ليوة هذاك الوقت يعني ما تديت ليوة. والحين يقولوا لي مختلفة 180 درجة ما بتعرفه بلاك ما يتهسرين كل أبوي قلت هسرين كلها أسير البحر. الناس أبوي يسير البحر وتسير البر، أنا لا معرد تعريتهم وحدة جدا البحر ولا الخارج. وإن شاء الله أن بكرة بتشوفون الدنيا كلها. يابولي الصور وراووني في الأفلام وراووني في اللي غير اللي أنتوا كلكم شفتوا اللي أنا ما شفته. يا غير أنا عدي بالله راضي هايك من سنين. هي والله مثل ما عدي بشوفك من سنيات مضت. هي والله من هاك الوقت ما يجي لي وانا. وان شاء الله اني بي بشوف وبتفرج وبطالع وانا وغيري. انتم بتشوفون من عدستي اللي ما صار بيشوف بيصير عباره من العدسه. وان شاء الله المعرض ومهرجان الرطب بيبتدي من تاريخ 17 الى تاريخ 27. تاريخ 17 الى 27 عشرة أيام على تلبى وافيكم بالبرنامج كامل إن شاء الله وبالأحداث اليوم بيومه. أنا بكون في ليوة إن شاء الله من بكرة الأربعاء والخميس والجمعة والسبت إن شاء الله اللي برد إذا الله جعلنا من الحيين. أكون متواجد لحضور معرض الرطب السنوي في ليوة.
Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. You fine? I'm fine. I'm good. Alhamdulillah. Inshallah, doom good, ya ba Dwarka. Inshallah, always good. Sorry? Inshallah, always good. Yes, Alhamdulillah. Hey, Alhamdulillah. Thank yes. you. Okay. When Ummu Hanaya? Makana is done. What she is doing? Arranging the camera. Okay, thank you. Told her I'm coming in 20 minutes. Okay, what do you want to breakfast? Anything, I don't mind. Anything, I'm doing diet. يا ربي هالدايت اللي ما يوجف. دايت اللي مدامي في البيت ومن أظهر من حدود البيت. اندمر الدايت. Okay, sir. Thank you. No song today? No. One song, please. Why? One song, يلا. No, sir. Not now. Not yet. I'm not yet to wake up. Okay. Please. Thank you. Welcome, sir. Thank you. يا نور عيني عن كاسال الكوس لا ذعذع نسيمه وتمرني ذكراك على البال وذكرى ليالينا القديمه يا ما عليها مدمعي سال همال كنه وبالغيمه وسط اليوافي ذاري رمال ليش شوف ربح وغنيمه واحه نخيل اصناف واشكال ربي كساها من نعيمه عده محاضر كانها هلال لو عقد بحجارا كريمه دار لها في القلب من زال ولها غلا ربي يديمه دار الشيوخ ودار الابطال كانت وما زالت عظيمه مقيضها عرشان وظلال ولا الشتاء في البر خيمه مقيضها عرشان وظلال ولا الشتاء في البر خيمه فيها الاناسه وراحه البال تشفى بها النفس السقيمه وفيها عجيد الريم يختال يرعى مرابعها الكريمة وفيها ملاقة حلو لقبال لي حايزة وصاف عديمة لي بالحسن ما مثلها مثال الأخلاق وطباعا حشيمة غض غضيض الطرف جتال رعبوب وخدوده نعيمة ضامر حشا والعود ميال منسوع وخصورة هضيمة يعلوطنه يسقيه همال شهرين ما يوقف هميمه وتملى الغدر يوان الرمال وتنهال من ودقه زميمه. نمضي الى بناء العاصمه في ابو ظبي هناك عندنا عاصمه اسمها ليوا. وقبلها ايضا بس على اساس احدد الرقم ب 400 سنه. ليوا النسيم وهبه النود جنه فيها ثمينه دار الريوم الخرد الخود مولد زعيم عارفينه زايد أبونا الرئيس العود فيها قضى أول سنينة تاريخ مبطي قد لها خمينة تاريخ مبطي قد لها العود تدروب صلاح من متيالس اليوم صبح من الساعة 7:15 وواصل البيت واسمع محتشر ويا قوم دوار كم الصبح والله يا ابوكم يا صلاح ما شاء الله عليه ويوم يبقى شيء يعزر عليه تعزير يا شو شايف الفيديو في الليل البارحة رطب اللي جاينا من ليوة عند هلب المهرجان ومصبح الصبح يبقى ياخذ مرطب يصير يوديه عند قوم اخوي خلف ما قال يبقى حق بيتهم خلف وخلف 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 وحيم الصبح محتشر شو دسيت؟ شو داس؟ فضحتنا البارحة الناس كلها ترمس عنك عن هات صوت البارحي لا منوع يال إبراهيم؟ والله ما بنته إبراهيم هذا؟ واحد ثاني إبراهيم هالدب شوف انت الحين انت شو تبقى صلاح؟ مرطب اي رطب تبقى من رطبنا مال بيتنا لا خلف ولا تبقى مرطب ليوة ايوه مال ليوة؟ ايه ان شاء الله حبيب هذا دباس اي حافظ الا على دباس حلو يلا حين حبيب ان شاء الله اللي تامر عليه هذا انتاج بيتنا نحن. هذا ما شاء الله بعد توهم بشر هذا خلاص امصر من المدينه أخ عليك تقر عيب صلاح هذا رجال جدا وتقر في وجهه قلت ها قلت
بالغلط؟ هذا بليز يا بليز. بليز يعني سوري. يوري. ها صلاح. بغسل لك وحدة. لو بعدك. تريقت له لا. بابا شوف. انزي يلا تعال. خذ عنه منهل منهل. هذا ما طع اللي بيشوف قبل. هذا امسك صلاح قبض تحت. هذا بلاليط. بلاليط وعلاقة. سمعت بي يوم يقولون بلاليط وعلاقة. يوم تسمعوا ببلاليط وعلاقة هذا لازم هاي العلاقة. وتي رفيع ارفع عن قرص الرقاق. زين. وهاي الحشو ماله وهذا بلاليط اللي تحت السريع. هاي هديوة. هذي بلاليط وعلاقة. وصلها أيوة أيوة. وهاي الخبيصة. هاي خبيصتنا الفنانة. هاي لا ما أدري عاد شو منهل. أيوة. وهذا لوبيا. وهذا شو؟ وهذا محل المحل العادي المحل اليومي محل اليومي مال ديلي. هب محل زايد. هذا المحل العادي اليومي اللي كل يوم كل طالع شمس كل بيت. هذا من التراث الخبز التراثي اللي كل بيت يخدمه. هذا يوميا لا يخلو بيت من بيوت هالبو ظبي إلا في المحل. يلا شكرا بي. وين ساير؟ يلا خلنا ندخل زراعة شوية. زمان ما دخلنا الزراعة. شو أخبار الزراعة شام بي؟ كل شيء رقم واحد ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. شي قطعت في فاي انت؟ لا لا بقطع لي ما بقطع بابا. ليه؟ 2% تمام؟ هي بعض ماشي. ما ب 2% 80% تمام ما شاء الله. ما شاء الله الامور طيبة والزراعة زينة وكل شيء ابوي حسن وطيب وما شيء شراته. هذا آخر الموسم يقيض. هذا آخر موسم آخر نوع. هذا وشي نوع. هم باحين قدامها أظني. هاي ريدي بهذا شيء حتى من هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. صبر صبر لا تستعيل علي. هذا صبر علي لا تستعيل علي. كيف حالك؟ الحمد لله. واحد نفر هي اسمه علي من فجيرة. هي يجي واحدين تمين روح النسر يجي يشيل دهين. وقول والله سلام زيادة زيادة ولا شوية؟ لا زيادة سلام. أعطاك بخشيش ولا؟ أعطي بخشيش بابا. كم؟ 100 الشهر هذا لازم ننقص نحن من معاشك. ريال أعطاك 100 لازم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين. غل ورق مستمر وجيد نتيجة فصل شتاء تسميد ومركبات ورين مضبوط وترتيب زين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله عناية زين حصلنا الحمد لله. مجهودنا ما ضاع والله ملك الحمد. الأمور طيبة الأمور طيبة رب العالمين. الزراعة زينة والإنتاج زين والغل مثل ما تشوفون شيء زهر وشيء غل ورق. الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. شكرا شامبي. Thank you very much. Thank you. شوف في اخبار جديده زراعة كل شيء زين. احنا الله يحفظكم كنا وما زلنا مستمرين على هيومك اسد. لهيومك اسد نحن كنا وما زلنا مستمرين عليه. نعطي كل شهر مره ومرتين الزراعه كلها. الزراعه كامله الزراعه كامله كلها حتى ب 60 درهم ما يصرف هيومك اسد. كل البيت كامل. كم تعطي في واحد قوطي واحد شهر كافي ولا يعني واحد قوطي هي واحد قوطي ليس 30 مرة كافي ما شاء حق مرتين أبوي حق مرتين يسد الكيلو. هي هي وين هي. يا سلام شكرا شكرا أم بالله يحفظكم. شمنا هذا كان مكانها هذا هني. هل تشوفونها يبست عن بكرة أبيها وطاحت روحها. شو فيها؟ فيها تعفن تعفن تم يغرها ماء بيبت حتى من كسر ونحن ما ندري. وآزم أبوي يجيها التعفن من غير نحن ما ندري. شوي شوي نحن من خارين قايس عليها بالماء ما وعينا بها أبوي إلا تتست. ترها أبوي سبحانك يا رب ما الله كتب لنا فيها نصيب. ياها التعفن. وهاي هم بالله يحفظكم
كل سنة تثمر ورقها همباها أكثر عن ورقها. وهاي الهمباه اللي تحيدون اللي خبرت صورت لكم العام موجودة على اليوتيوب، همباها بنفسجي يجلب بيربل، سبحان الله لون الهمباه يجلب بنفسجي يوم غاية الأكل. السنة عاد مرة ما ثمرت، لا هي ولا غيرها الهمبة السنة كل ما ثمر، كل الهمبة ما ثمر السنة، إلا نحن وغيرنا كل هالعرب في دول الخليج كلها، اللي في الباطنة واللي في الحيارة كلها لبقى أبوي، كلها لبقى السنة همباهم تعبان. هب تعبان يعني حصلوا قوت عن لا يموت، جيتك أما تقول ما جيتك شيء بسيط لا يذكر، لكن الحمد لله ريحته ولا جميحته شيء بسيط ولا ما شيء. لادمي يعني حصل كم هنيبية في بيته، كل منها هو وعياله وهالبيت، الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. الفيفاي ما شاء الله السنة يغني ياليل، السنة الفيفاي تبارك الرحمن يغني ياليل، الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلت لكم اللي يزرع البذر يبذر في شهر 7 وينزل الأرض الفيفاي شهر 10 هذا الناتج. شوفوا من الأرض، شوفوا من الأرض كم ذراع إلى السنة بيته هناك. أنت جلس، أنت جلس، أجلس أيوة. ها شوف الأدمي تحتها، شوف ما شاء الله إنتاجها من الأرض يبتدي ذراع ما شاء الله، والحجم تبارك الرحمن ما شاء الله. ها. هذا اللي يزرع في ينزل الأرض شهر 10 ويبدأ شهر 7 ما شاء الله تبارك الرحمن. تعال إيه دي شو هذا يمع لها في فايني زاهب ما في ريدي؟ لا لا. وهذا الشوعية؟ ما في ريدي والله. ما في ريدي؟ لا. هاي ريدي يا أبو شو اسمك؟ ها ما بريدي؟ يدي شوية لين بازين على هنشوف صوت مالوا بعض مخربان يجي نبات. يا عدة ترى ما بشرحينه في فاي بعدنا ما كلنا منه مال السنة اللي مبذور شهر 7 ومنزل الأرض هذا شهر 10 بعدنا ما كلنا منه، لكن ما شاء الله جيد وساير فيه بالقو تبارك الرحمن الحمد لله رب العالمين. كل زين وكل فضل من الله وكل يبال. شوفوا الأرض الناس اللي من غير تلقط تحت الشيرها الأرض ترطخ مياها، لا الأرض يسد يسوي حفرة شوي هني بسرعة. شوف مدام شيء رطوبة تشوفه هني هذا معناه تبوي الشيرة ما تبه ما خلاص رويانة سكر عادة سكر يا الله ما تبع عناي زيادة خلاص ما تبع مياها نكوت مياها أبوي. ترى الماء قلنا لكم من قبل كثرته سماد والله زباد، الماء أي شيء أصلا زيد عن حد قرب الله تكيشان بهذا. هذا ريدي الحين يا حين تقصهن قص حقت يا الله منك يلا نزل ما شاء الله تبارك يعني بعد هاي خدته يلا يا الله منك بلاك ما قلت عيال من قبل هاي زين اني انا جيت شفت الله اكبر عليك انت النحيس بعد انت حين اختربت اشوف تخمكرت هذا يقول لك اللي يتخمكر خلاها لين خاست فمها خلاها لين خاست يا الله يا الله لك الوهف شوي 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 بسم الله خاست ثلثينها خاسه الحين شو خانتها هاي قايلين لك من قبل يا الله منك هاي انت من يعزر عليك انت تصرطها الحين يلا الفاكهه دي خلوها تنظف فمها زياده تكون عرضه انها تيها دبابه الفاكهه دبابه الفاكهه هاي السم لاي فاكهه من تحل عليها ابوي خلت تقطن وهي فمها قبل ما تبلع فلذلك ابوي تنصح العرب من يبتدي الشيء يبشر عندك ثلثين ولا ثلث قصيت وخملت روحك ويصير يقيض يقيض على دوبه حطه في مكان حاف يلا شكرا شامبيه الله خير بابا بعد ودهن حق دوارك ها يلا هذا ما سمر هو هي بارك خلي ودي ود حطه في يونية العيش انزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير مس التزقريته ومس العدال ومس الهندام ومس الروايح الفنانة ايه تعطط مسير يومين تحشر تحشر
يقولون والله الريح لا الطايفي ولا دهن العود ما بزينه وانه في القير. لا والله لا زين وزين وزين الريح الطيب ما له وقت ولا لزمان ولا مكان. الريح الطيب الناس تروح في كل وقت. حد من العرب ما يوز له تسيح تي حساسية ولا حد من العرب من جريبي وياك حط صبوعه داخل ذني وغرف من دهن العود هاك المصلل وواياك ولأنك تروح ريحته يا بوك صل ما بدهن عود. ده العود يتروح يا تتروح بدهن عود طيب ولا لا تتروح. هذا أولا. وثانيا دهن العود الله يحفظكم ما بأله وقت يتروح كل وقت يتروح حبه. دهن العود صلاة جمعة ساير بتظهر خاري في خاطر تروح ريحة خنينة ساير بتصلي بتجلس تقرأ قرآن هي بتسير على عرب. لكن إن حطيت حط دهن عود زين ولا لا تحط ترى ماشي شرات الريح الطيب بيفوح من كل ريح طيب. تحط ريح بس اسم دهن عود وهو صل ما حد يبا كل واد لو بتقضي حياك بيتلثمون عنك ما حد حتى بيسلم عليك لا ويغرف حد منهم يحطهم في طبلة تذنيهم ويازم يغرف كان يجلع صح حشي يبوك ما يسوى يبوك ومن يجي عند العرب ويهم انزين دهن العود يتحط انه صل يا ريال ما بميز حق الحد ويتحرون الناس عاد يعيبهم اللي بيويهم ريح تدهن عود. هي في حال انه نوعية جيدة وفي حال انك حط انه ما تادي اللي قدامك تكون تصير حاط على منقابك دهن عود ويقطر في خشوم الريايل ما بعد نسيت اقولكم وين ساير. سايرين ابوي السفارة البريطانية تحيدون عن السفارية ان شاء الله التاريخ 13/8 لين 26/8 أي أسبوعين عندي كذا تغطية في بريطانيا ويلزمني أن مدير أعمالي يكون وياي. نعم مدير مكتبي مدير أعمالي اللي يخلص ساماني اللي يبرمج اللي يرتب فايلاتي وكشاري مفروض أن يكون وياي. الحين سايرين مقدمين على فيزا واليوم الله يحفظكم عندنا الموعد مال المقابلة. العلم عند الله يا إنهم وافقوا ولا ما وافقوا العلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يسخرهم ويوافقون لحق الويزة. سكني وين بيكون السنة في لندن؟ كل سنة أسكن في مكان وكل سنة أتنقى مكان. السنة وقع الاختيار على فندق دورتشستر أوتيل. دورتشستر اللي مشاهد فندق الدورتشستر من أقدم فنادق لندن عمره مئات السنين وأجملهن وأنقهن كلاسيك. الأونر مهتم فيه زيادة على اللزوم. فندق دورتشستر وايد مميز موقعه في الماي فير مشاهد الله يحفظكم الهايد بارك كل حد يعرفه. يا غير بغيت أخبر وين سكنتي السنة هذه. العام سكنت في مكان وعمل أول في مكان وكل سنة أبوي غادي أبوي موز بين ساجيتي وين ما مالت ارتوت ولله الحمد ولله الحمد. وإن شاء الله أقول إن الله يسخرهم يوافقون حق وإبراهيم إن الله يسخرهم يوافقون يعطونه الويزة إن شاء الله. حين يبنى الكرت وحي إبراهيم عطى الجماعة بإبراهيم نحن أبوي وين وينها وين المكتب اللي يخلصون السفارة مال الجوازات اللي بيدفع. بسم الله بالنظارة ما تشاهد. أقولكم اللي بيدفع البيزات بإبراهيم. ليه؟ لان انا جاي من بيتنا من محمد بن زايد وعاني لين هني. الباركن بكم؟ هذا مال فالي باركن ما ب 20 ولا ب 30 100 درهم وبينقزهن وهو يضحك. نعم وكم انا سعيد وفرحان كم انا سعيد. والله يا ابوك لو اعطيهم من بطاقتي بزوالك كم انا سعيد ومبسوط انه اللي بيدفع. نعم مسرور وسعيد ومبسوط لان شيء الخدمه اللي هو هبلي هنا فلذلك هو ابوي اللي بيدفع ومن كيسه هو يتحرك قبل امزح.
هذا محمد الشامسي ابو راشد من هالعيمان. سلام عليك الورد. السلام. حالك الله خلينا من طولي بعمرك. شكرا حبيبي. حبيبي شكرا على حسن الاستقبال وعلى الترحيب وعلى انكم خلصتونا بلمح البصر. حبيبي. ابوي هاي هالعيمان فنانين من الله خلقهم لين اليوم وقطاين هاي ما يردونه الشافي. الشافي ما يردونه. يعني الله يحفظك يبارك فيك. يعني تسلم. الله يطول عمرك. يقول صلاح عادي شو اللي عادي خلب وأول خلب هي لا تباك من الصبح من صباح الله خير أبي مشكلة عادي عادي يعني متى بتي خلب أدري أبتي الصبح أبي علم زوال زحام وين زحام هي الصبح زحام تعال عقب يلا شكرا صلاح صلاح باكر بسيد لي وانا تدري بسيد لي ولي و وشو عرفك وين دي تعرف انا مينون شكرا 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 انا ما نسيت ثانك يو برجع يوم السبت يعني عادي عادي انزين ما شيء مشكله ما شيء طيب صلاح بتي وياي ليوه بتي عندي ليوه ثلاث ايام ما شيء بعد عادي يلا باي باي تعال تعال يا كمل هذا تعال ياي هذا ابوي مليك الله يحفظه هذا مليت فنان مرحب هذا ابوي مليت ترى ومره ما عنده خلاف يوصل ابوي وين ما عليكم ابوي الا تدقوا التليفون وبرسم الخدمه المليت الفنان الله يخليك فنان مليت وذو ابتسامه ويوفق بين راسين بالحنان والله يا اخي الحلال طيب اي والله الدنيا فانيه عليك بالثاني سبحان الله إيه بس يعني بالحلال كم ما شاء الله عليك عيدها هذه عليك الثاني بالحلال عبد الشيء عليك الثاني بالحرام يعني لا لا في ناس يبون الحلال ما في خير لا خير في اللذة من بعدها النار يا رجال انت والحلال وتشجع الناس بالحلال الله يحفظك لكن هنقول الوحدة تسمن وتغني من جوع اي والله وانت شو رايك يعني مش دايما انا اشوف اشوف اسمنت لكن ما اغنت من الجوع يلا ان شاء الله الله يبارك فيك وحياتك ان شاء الله محمد مرحبا طوع ترى رديت انتفخت شيء انتفخنا والله هل انتفخ انا سات قديت فنان ما زين اي والله رديت قديت واحد لا بس ان شاء الله عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اليوم ثانيه لا مطوع جميل بعد حبيبي انت لجمك اللحية البيضة الغانمة هاي نور 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 ما شاء الله يا رب نور السنة مطوع حشرنا اللواب عند ويه المسير ما عليه نور السنة الحمد لله الله يقويك ان شاء الله تعال يا المطوع الله يحفظكم ابوي متهلع شو يبى المطوع يبى في فاي اي نوع من الفيفاي الفيفاي اللي هذا اللي معروف الفيفاي اللي في تايلاند بانكوك هذا رقم واحد البوكيت بوكيت بعد بعد شو اشهوتن فيها العافيه هاي لين البطل هي وايد فنان ولازم مال تايلاند مال بانكوك تايلاند احنا جربنا تايلاند بيارك الله محروز محروز بنمر عليك ان شاء الله بناخذ الفيفاي الطيب هذا اللي عندك اللي عندي بوي ما بيوزك يرقى يبس البطل تدور الفيفاي لين البطل لا اللي عندنا يبس البطل يرقمه اي والله تعتكم ما شاء الله ما شاء الله اي والله اي والله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله لا 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 انصحك الفيفاي التايلندي يلين البطل اي نعم وتناوي يصير تايلند عسب بس فيفاي لا والله البرنامج غذائي هناك ان شاء الله اي اكل اماكن زينه والامور سهله يعني هناك يعني الله عليك التقاء موفق ان شاء الله مطوع الله يطول شوفك واللحيه الغانمه هاي الله يحفظك لا خلينا منك الله يطول بعمرك موفق ان شاء الله ما في خير الله يحفظك اليوم الجمعه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني اظني راي مسكرين كل الكوفيهات وكل المولات لدرجه انه مالك مكان تمشي في الجمعه كل الاجهزه مشغوله ولا جهاز فاضي كلهن مشغولات ولا جهاز فاضي ما شاء الله ما أبالغ إذا قلت لكم ما تروم تمشي من الوادم ها شوف هذا حيتنا الطرف هذا ها شوف ما شاء الله بين عيني حتى
شرق وحد غرب. يا ربي العالم اليوم عاد سمعتوهم أمم خلق اللوم وخلق. وأنا هيلة بيس شرخ تصوير ليش أسوي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله عيني عليك باردة. إيه ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. اولا قناتي في اليوتيوب فيها كل شيء، كل الماضي مال سناب شات من اول ما استويت انا وياهم لين يومكم هذا، الرحلات السيرات والايات الطباخ والنفاخ والاكل والشرب، كل شيء يخصني موجود فيها كل شيء. ندخل على اليوتيوب، نروح البحث، نكتب خالد الخالدي بالعربي او بالانجليزي، بتلقطون مكتوب قناتي، دقوا على قناتي، نختار سبسكرايب او متابعة بالعربي، وندق على الجرس.